أهلا بكم. انفجر لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي بمركبة مدنية في مديرية المخا غرب محافظة تعز جنوب غرب اليمن، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح، أحدهما يبلغ من العمر 20 عاما والآخر 25 عاما. وقال المرصد اليمني للألغام إن المواطنين أصيبا نتيجة انفجار اللغم للحوثيين أثناء مرورهما على متن مركبة مدنية بطريق فرعي في منطقة الرمة بمديرية المخا. وفي وقت سابق طالب المرصد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرونبرغ بالضغط على الحوثي لتسليم خرائط الألغام التي زرعتها في المناطق التي كانت تحت سيطرتها. وتعد ميليشيا الحوثي الطرف الوحيد في كافة أطراف الحرب باليمن الذي يزرع الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها حتى الفردية منها المحرمة دوليا. وتشير تقارير حقوقية إلى أن ميليشيا الحوثي زرعت أكثر من 2 مليون لغم أدت إلى مقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني.